الألف بوروده المسمى في بعض الروايات الأخرى. يسوع لما قعد يبيه في رواية القدس أرارة به تنصيص أهل السير على كثير منه كتب السيرة ووحد بدل نفاها وحيانا نوعها سكلاي نفاها الشيء بقى عدية أقسامه قيده مبهم وقسمه يقسم المبهم بحسب شدة الإبهام أو عدم شدته إلى أربعة أقسام أفر قيبات بالواقع بها وكل سن إبهام كاسين وفضولي هيين وعلسي هي وأبدأ بأشدها إبهاما وحان خب لا بيا كو إبهام درا كاسنا مركب مثلا وحاويا رجل أو مرأة نبا وحاوريا نبا وحاويدي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام نبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كويدي حجكم السند والبغضة هذا الرجل هو الأقرع بن حابس أيوه الابن والبنت إن هبل إن هبل ويلحق به الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت أيضا والبنت الأخ وبنت الأخت وكان والله كحديث معطية رضي الله عنها في غسل بنت النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر النبي صلى الله عليه وسلم نوصى قال قبل سانه لقى إنه مكاس نيري غسلها بماء وسدر إلى آخره وهي زينب رضي الله عنها زينب بين أهيد العم والعمة أدر إيه أدر إنفاه إدئي إيه أبتئي ويلحق به وحان هلالي يقول لمدى الخال والخالة وابن وابن أو ابن العم يعني أو بنت العم والعمة وابن ابن الخال وابن الخالة وحلمدى كحديث رافع ابن خديجة رضي الله عنه عن عمه أذير في سوكوري ظهير ابن رافعها في النهي عن المخابرة اسم عمه ظهير ابن رافع أيها وكحديث عمة جابر رضي الله عنها التي بكت أباه وأبيه وأيدي لما قتل بأحد اسم عمته فاطمة بنت عمرو بن الحرام يعهد رضي الله عنهم الزوج والزوجة كحديث الصحيحين في وفاة زوج سباعة الأسلمية من كذب غنشه في اسم زوجها سعد بن خولة رضي الله عنه وكحديث زوجة عبد الرحمن بن الزبير التي كانت تحت رفاعة القرى عصيلدة حديث كذا مدى لهيد وسأل كلهيد فطلقها أوفري اسمها ملعاد نوحها تميمة بنت وهب رضي الله عنها أشهر المصنفات فيه وحاويا صنفت في هذا النوع صنف في هذا النوع عدد من العلماء منهم حكم عبد الغني بن سعيد والخطيب البغدادي والنووي وأحسنها وأجمعها كتاب المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لولي الدين العراقي ولي الدين العراقي نزرعه ويمرعسه وزين الدين العراقي والكيسة معرفة الوحدان وحدان نمك هو إمام دونا تعريفه لغة الوحدان وحاوى جمع واحد اصطلاحنا وحاويا هم الرواة الذين لم يروي عن كل واحد منهم إلا راوي واحد قف كريه راويه لككوري كأساء ليلها وحدان ليلها ومكا وكأن خصوا مرئين ويهي في مجهول العين كأها أما قف حديث كريه قف ملعيس عن للاوة ذاقل سلا فرد بالليلة أفراد العلم أفواس وقال الله مرحبا فائدته معرفة مجهول العين مجهول العين كغفة أبا الله برانا هذا الكلمة ويحكي لك مورين كل كل هذا ورد روايته رواية سأول لفديو إذا لم يكن صحابيا هذون صحابيين أما هذو صحابي ويهي ما كجهال الذي لو حبب من يرسه أمثلته من الصحابة وحواء عروة بن المضرس لم يروي عنه غير الشعبي عمر بن سراحيل الشعبي مورينك وحبك مورين والمسيب بن حزم المخزومي رضي الله عنه لم يروي عنه غير ابن سعيد ومن التابعين أبو العشراء لم يروي عنه غير حماد بن سلمة هل أخرج الشيخان في صحيحهما عن الوحدان وحدان تاوحنا كوريا ذكر الحاكم في المدخل المدخل على الصحيحين كتابه كم المدخل على الصحيحين كتابه كم على روح كشاري أن الشيخان لم يخرج من رواية هذا النوع شيئا إن النوع عاسق الحبين كورين هكو وحدان تاين كورين وكان صمر إنه أبا شرطي حديث الصحيحين مريسة إنه عزيز يعني لما يوح كبضا إنه يوح كوريان وعمرك يعني غريبك وضعيفك كل جود ليه لا لكن جمهور المحدثين قالوا إن في الصحيحين حديث كثيرة عن الوحدان من الصحابة من الصحابة منها وحى كمل حديث المسيب حديث المسيب بن حزم في وفاة أبي طالب رضي الله عنه أخرجه الشيخان
أبدا ما هو وريا النبي عليه الصلاة والسلام شهادة هو بن نبي الجري اسمه ودير الجري. اثنين حديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي فيذهب الصالحون الأول فالأول ولا راوية لمرداس غير قيس. قيس بن أبي حازم كما ينكره مرداس بن عامر الأسلمي رضي الله عنه كوري مجره. والحديث أخرجه البخاري. أشهر المصنفات فيه وحدان كذا كتبها لقال لفتوه مشهور سن وحوى كتاب المفردات والوحدان للإمام المسلم رضي الله عنه. معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة ذكر الغش غير معي كلا قد سن أما الطيوين كلا قد سن أما الرقاب كلا قد سن برشاد وضع كنا وحويا هو راوي وصف بأسماء أو ألقاب أو كنا مختلفة من شخص واحد أو من جماعة وحوى يتهاوغا لغوش يقاي حيالك لقدسان أما حيال فربضان أما خيوين فربضان أما ألقاب فربضان ونك له كش يقاي أما ضبضان إلى كش يقاي. مثالهم محمد بن السائب الكلبي سماه بعضهم أبا النضر وسماه بعضهم حماد بن السائب وسماه بعضهم أبا سعيد. محمد المصلوب سغنا وحقوصه ومسيئنه كنت وجع مكبرا مجلسين لوك قلبيي رب محنكا سنوحو أها زنديق أبو أهايو رب خباسوه وحنحن أو مدلسين أما وضاعين يعني كاكو قبنا يوم مسلمين توقرين يوم كاسي وعيس كل عداريين. فوائده من فوائده هكمل عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد قفل كريم مجلس أن دون لبس قرن وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون إلى تكفر بذيه هنا أن رمضين ذا كشف تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ والله كشفيه حتى قرن وكان صوم هاي. أربعة استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه الخطيب البغدادي رضي الله عنه من عالمه وإمامه ثقة ويان مع ذلك أنت أنا وكلب كل استعمال جروح أنا أوه أنا بل ليلها استكثار الشيوخ وشيوخ بناها بنا هاي أنت سمين جلالي. فيروي في كتبه مثلا الحكورية عن أبي القاسم الأزهري وعن عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعن عبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي والكل واحد انتبه اسكوا دميد. أشهر مصنفات فيه وهو إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي. با موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي لولا كتابه أبو مشهور سنة. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب وأخذ عن ذكر عن ذلك لكن ما بعوض عمل لقب كل عمل كل يدور. المراد بالمفردات هو حوايا أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة أو أحد العلماء اسم مدعي إليه أو كنية أو لقب إليه لا يشارك فيه غيره من الرواة والعلماء قف كل ولو ذاك عام جرين. وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة مدعيال هو قول غريب يبين تبنى النغطة يصعب النطق بها. فائدة معرفته هو عدم الوقوع في التصحيح والتحريف هنا لابد أن يمشي تلك الأسماء المفردة الغريبة لكن مقعيدة الأخرية أمثلته مقعيدة حقه لو حول من الصحابة أجمد ابن عجيان كسفيان وكلي أو عليان وكلي عجيان ليله وسندر بوزن جعفر. ومن غير الصحابة لو حول أوسط ابن عمرو ضريب ابن النقير ابن سعير كون يهذا وحاول صحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه هلال بن الحارث. من غير الصحابة وحاول أبو العبيدين واسمه معاوية بن سبرة حتى القابط من الصحابة وحاول سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه مهران. غير الصحابة وحاول مندل واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي. أشهر المصنفات فيه وهو أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن هارون بن هارون البرديجي في كتاب سماه الأسماء المفردة كتابه ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواه كثير منهم وحبذان أي كتبها تراجم الرجاش أنا كلاش أي كذا خطمانه طائفة فربذان مرعو ذا كسينا ككتاب تغريب تغريب التهذيب لابن حجر. معرفة أسماء من اشتهر بكناهم تقم من عيد هذا الأخونين كعام بحث كن يده هذا برشد هذا. المراد بهذا البحث
أصبحت كم واحد لك وضعت أن تفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم فتكون يدو هذي كل مشهور نغلي إن مقعيضوا دلبارو حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم فقعي المشهور كهين مقول بو أنا أقول سنة سؤال أنا أقول رومني ومدلسين تأينا أقول بقرين من فوائده وحا كمدا معرفة هذا البحث هو أن لا يظن الشخص الواحد اثنين إنا وضل الله ملايمين إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ما يسمى كعام بحمد أنا هنا لغو شايفه ومرة بكليته التي اشتهر بها كل يسمى كعام بحمد أنا لغو شايفه فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين هو لوقف أم لأيه وهو شخص واحد خلق لنعويه طريقة التصنيف فيه سيدا الله صنفه وحاوليا المصنف في الكنى يبوب تصنيفه تصنيف يسوح الغبابية على ترتيب حروف المعجم في الكنى كنى نقصه رأي أبو بكر مثلا أبو أيوب كهر رأينا ثم يذكر أسماء أصحابها أسماء يومك للشيخ فمثلا يذكر في باب الهم أو الحق يا لوه رسينا ويذكر اسمه من عيسى للشيخ في باب البانة أبو بشر ويذكر اسمه وهكذا أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها ألف من اسمه كنيته قف من عيسى كنيته بس كن بأيهين سيدا مخاهاي كعب بلال الأشعري اسمه كنيته واحد وكذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن السلاس وقال هو يا بالغير وباء من عرف بكنيته قف كنية لو يقال ولم يعرف له اسم هل له اسم أم لا نقعم ليه نسمى لأن لقرنين كأبي أناس صحابي رضي الله عنه جيم من لقب بكنية قف كنية سبا لقب أطعي وله اسم مرعنا له وله كنية غيرها كنية لنا له كأبي تراب ولقب العلي بن أبي طالب رضي الله عنه وكنية أبو الحسن دال من له كنيتان أو أكثر هل كنية مركبة قف الله كون الجرين يفنى أبا الوليد وأبا خالد ها من اختلف في كنيته قف كنية سمى كرام سواء خلص وخلافي كوسامة بن زيد رضي الله عنهما قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة واو من عرفت كنيته واختلف في اسمه قف من ليس ليقعنا لكن كنية قف ليقعنا من ليس خلافك أبي هريرة رضي الله عنه واختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا أشهرها عبد الرحمن بن فخر رضي الله عنه زي من اختلف في اسمه وكنيته الأول وقف ليس خلافي كففينة رضي الله عنه قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران كاتان أم شوسا مهران إلويه وهذا قرب أصول شعري وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري ح من عرف باسمه وكنيته لبدا وقف له يقع أنه واشتهر بهما معا لبدا وقع عن بحي كأبي عبد الله سفيان الثوري رضي الله عنه وأبي عبد الله مالك بن أنس وأبي عبد الله محمد بن زيرة الشافعي وأبي عبد الله محمد بن أنس وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت كنيه مرعيس الأورب ولا يقعنا لكن كنيه هذا وسي سهريتيه طا من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه قف مرعيس الله يقعنا لكن كنيه زكو عام بحي كأبي دريس القولان اسمه عائد الله عائد الله بن عبد الله رضي الله عنه يا من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته قف مرعيس كو عام بحي كنيه زكو عام بحي فطرحة بن عبد الله التيمية رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي رضي الله عنهم كنيتهم جميعا أبو محمد أشهر المصنفات فيه نوعا كلا هكا كنا بإيو المغاير يخص أرسن كتبها لقاء لفين وحاوعا سن لقد صنف العلماء في الكرة مصنفات كثيرة من الصنفات فأبضان بين القرآن ومن مصنف فيه قفرة القرآن وحكم إلى علي بن المديني ومسلم والنسائي وأشهر هذه المصنفات المطبوعة وكتبها طبعا أخذها قصة أرسن وحاوعا سن كتاب الكرة والأصماء للدعلاني أبي بشر محمد ابن أحمد المتوفى سنة 610 معرفة الألقاب نعرفها قول الشرط وبيل تعريفه لغة الألقاب جمع لقب واللقب كل وصف أشعر برفعة أوضاع وبالنماء وحسي النماء يعني المدح أم الذم نحويته في عبارة الساسة ما أشعر بذم أو بمدح أو بذم أو ما دل على مثل الذم يعني سنتين نحويته أصلا مشروط قائدة
والمراد بهذا البحث هذا كنت أروح أمشي صلاة الأولى والتفتيش والبحث عن عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفة عضبتها لقى المحدثين تا إن رشيد وذلبار ولضبي صلى الله عليه وسلم فريدة معرفة الألقاب أمران لما أهل مغلية السنة معرفة الألقاب هما ألف عدم ظن الألقاب أسامي يا أمران اللهم لينك واعتبار الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد ما عليه اللقب هي اللقب تقول امرأة يا الله ملايين اه هدي مكا قفك وقفك عاد مكا قيسة وغشة وكل الغشة واللقب قيسة يا سوى سكحل من آياء روان الله ملايين به معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي لذلك اللقب اللقب كان عنيسة سوك أغب حدي ولكن قال قرب بمكا هاي حالدي سقف وافقصا قفك حالدي سبيل وافقصا لقب كاس النغلاء قال الله من أول فقصا ابو النغلاء فيعرف حين يقول واحد لقرن هي المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر معناه الظاهر حقيقة اللقب كاس وصلك صار كون خلافة حقيقة هي لقرن هي الضال هي الضغيف هي عارم هي غندر هي كوة سلاس وكراس أقسامه الألقاب قسمان وهما لا يجوز التعريف به قارئ ربنا لأن قفة له تعريفيه وهو ما يكرهه يكره المرقب به قفة له يعني سأسألنا أن أبي هيوهيان ده يجوز التعريف به يكون له تلمع ما يبنانك وهو ما لا يكره المرقب به قال من أبي سنين ويا قفة له يعني سيأسل أبو تراب وقال النبي علي رضي الله عنه وقفة الحجري أمثلة أمثلة لما الكفوة يعني عن وافق سنين يكون وافق صنبا مثلا وحويا الضال لقب لمعاوية بن عبد الكريم الضال لقب به لأنه ضال في طريق مكة شكو قلو ما يسروا المسافر مكة ضال مكة اللي داهو حاجة عقيدة إنه ضلال كوية يا اللهم لأيمن الضعيف لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به وضعيف اللهم عامل له لقبي لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه حديثة ضعيفة معنى وهينة لكن مش في سطوان يرى قال عبد الغني بن سعيد يوحي لرجلان جليلان لمن الأواوين لزمهما لقبان قبيحان لمن الأواو وناسان لمن نيسود وحبا لازمتي الضال والضعيف وكان جلدين سيوده الضال والضعيف سيدان غندر معناه المشغل تفشول ويرمانيه سنة مكة تفشولنا معانو أهين في لغة أهل الحجاز وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة وربيبه وسبب تلقيبه بهذا اللقب لقب كوحا لو بحيين وحاويا أن ابن جريج قدم مكة عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج قدم البصرة البصري التي أمت بباها فحدث بحديث عن الحسن البصري حديث الحسن البصري وحديث كوري فأنكروا عليه وكل انكران وشربوا وكبوا كان وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه بقد كب غير البديل فقال له مرتعس كيلي أسكد يا غندر آمس تبسول لهم دال غنجار لقب عيسى بن موسى التميمي التيمي لقب بغنجار غنجار بألو بحيي لحمرة وجنتيه ودى بن بلد الله مكعا ضاوع وكلويا صاعقة لقب لمحمد ابن عبد ابن إبراهيم الحافظ صاعق الدرب هيالو بحيي روى عنه البخاري بخاري وحكوري ولقب بذلك لحفظه وشدة مذاكرته سيد محرها يضرب غصة سنة حديثك يحفظها أيوه يا مكة محرها يقرا مذاكرون أيوه وصف عن مذاكرة وقف قال يالو بحيي مشكندانة لقب عبد الله بن عمر الأموي ومعناه بالفارسية مشكندانة معناه الحاوية حبة المسك أو وعاء المسك ورك المسك مكة مسك مسك إلى مسك إلى مغنى واقع زي مطين روبالي لقب أبي جعفر الحضرمي وحوى محمد بن سليمان هي ميسا لديه جري ولقب به مطين بان لوبه لأنه كان وهو صغير وسوى يربو يلعب مع سجان عروس العيال في الماء بها فيطينون ظهره وقبل كسر وبلد مرمرين جرين فقال له أبو النعيم
أبو العين بصامر المخزور يوم ريان لما لا تحضر مجلس العلم هذا السماع والإيمان من ربانه فكثر ربانه بكل شيء فكو حضره يا ربان الفراسة ولها أبو النعيم وقال له حتى تسليه وثقوا إلهامية إنه نكر القضون هذا العلم أنه كنت وره أشهر المصنفات فيه صنف فيه هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين وأحسن هذه الكتب كتبها أنا وحقوه ولكن وأحصرها أولاد كاما كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر نزهة الألباب في معرفة الألقاب مثلا معرفة المنصوبين إلى غير آبائهم أبيالكم باب عن أهين وكلا هو اللهم أعدر فلان ابن فلان لين فلان كاس لأبيه سأروا أهين المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه قف وقعن بحي تكيس أبيه سنرى نحين من قريب قف سرعو دواك الأم والجد أو غريب أن قف فكأك المربي قف سكري ونحوه ثم معرفة سن أبيه هذا لما أبيه إلا بطه فإذا بسرعو حوى دفع توهم التعدد عند تسميتهم إلى آباء عند نسبتهم إلى آبائهم ولكن أبي يلقى الله نسبه يبقوا قعن بحي أقاك الله نسبه يا اللهم لين إلى المتعددين أقسامه وأمثلتها من نسب إلى أمه كوين كفر نسب وحاكمنا مثل النعال والمعاول وأول بنو عفراء فالما عفراء بأن إلى عفران وهو يدن وأبوهم الحارس أبوهم الحارس بأن به الجريد ومثل بلال بن حمامة أبوه رباح رضي الله عنه ومحمد بن الحنفية محمد بن علي بن أبي طالب وغير بن حنيفة وما أيضا خولا لديه الجريد إلى الله نسبيا باه من نصل إلى جدته قفي غير اللون السبيعي العليا السفيسي أو الدنيا مسفيسي مثل يعلى بن المنية يعلى بن المنية ومنية أم أبيه أبيه غير وليان أما هو أبيه غير السنة لما ذا أي باجرة وأبوه أبيه وحال إلى أمية الشير من الخصاصية رضي الله عنه وهي أم الثالث وهو يد اللباد أو من أجداده أو يال كيسة وأبوه معبد أبيه من معبد قال أبي زرع بشير من معبد جيم من نسل إلى جده قفل أبوه إلى أبو أبكري مثل أبي عبيدة بن الجراح اسمه عامر بن عبد الله بن الجراح أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الشيباني دال من نسب إلى أجنبي لسبب قفل أجنبي قفل أبوه أبكري سببهم مثل المقداد ابن عمرو الكندي يقال له المقداد ابن الأسود مقداد ابن الأسود لا يقال الأسود ابن أبي يهود الزهري أو صاكر سلي وكول بكتي هيا نفاو كعام بحي أبي سوح لديه جري نفاو هاي عمرو بل لديه الأسود نفاو هذا إله المقداد ابن عمرو الكندي أشهر مصنفات فيه لا أعرف مصنفا خاصا في هذا النوع نوعا كان كتابه خاص وأعلم كهذا مكرنية لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راوي قف والباب موعد الشكتة لا سيما كتب التراجم الموسعة وهي المطولات حيث وقرها معرفة النسب النسب التي على خلاف ظاهرها اسبوعك سنة كم موقع تسيفة قدسة الأدعية تمهيد هناك عدد من الرواة هل كان واحد جرى قار رواد كمده نصبوا إلى أماكن لونس بيي لا لونس بيي أو غزوة أو دولان أو قبيلة أو صنعة أم حرفة هي صناعة لونس بيي بس كده. والواقع أنهم نصبوا إلى تلك النسب نسوي كاتب لونس بيي عارضا عرض لهم حرفه في دراجات وأمن نزولهم ذلك المكان مشهد في الجبنان جرين إلى البدري أو كلي أبو مسعود البدري رضي الله عنه أو مجالستهم فدقوا ذي أهل تلك الصنعة إلا فلسان جرين إلى الحلاء أو كلي خالد الحلاء ونحو ذلك هذا لا سيوحي لمده اثنين فائدة هذا البحث فائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب نسبوي كاسو ليس الحقيقة إلى الأهين الأبواد وإيان وإنما نسب إليها صاحبها لعارض أهل كسود الفدرات الدولو الإسلامي ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة سيدي سبك اللغو الإسلامي هو أن يغنى الله أفوه صدو صاصل تسنية أمثلة أبو مسعود البدري رضي الله عنه لم يشهد بدرا بل نزل فيها ودبي فنسب إليها مؤلون في المكة
وكأ البدر إلى إله إنه غزو البدر كطع بقلي هيا اللهم لينا يا منعها. يزيد الفقير يزيد بن صهيب الفقير فقير مكة وحاوية لم يكن فقيرا مع رهن فقير حكم مال كان وإنما أصيب في صفار ظهره فقير يعني مفقور ويا في فتلة سبكة هي حنون وكفة يوم كاسا فقير لأقول لك إيه جيم خالد بن الحلاء لم يكن حلاء سبحانه صلى الله عليه وسلم وإنما كان يجالس الحلائين صلى الله عليه وسلم أيو لا فريسان جري سقر فريسان جري. أربعة أشهر المصنفات في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني وقد لخصه ابن العشير هي قصة القصة في كتاب سماه المباد في تهذيب الأنساب ولخص الملخص ملخص كان حكي تلقيسي الملخص هذا السيوطي في تلقيسي في كتاب سماه لب المباد ورسل قراصة لكم العابد. معرفة تواريخ الرواة ولاد تاريخهودي أقوم تشغودي بل شغودي إيا بما شهودي إيا بلدانتو إيا خلاله. تاريخ لغة تواريخ وجمع تاريخ وهو مصدر أرخ أرخ رواة تاريخي وسهلت الهمزة عزيزة لسكتت إليه وإليه بدلي تواريخ بعد التاريخ لمدهن ده اصطلاحا هو التعريف بالوقت وقت في المامويان الذي تضبط به الأحوال حواس الغضبية من المواليد الأرشدة والوفيات باردة والوقائد عدويك وغيرها كافة تاريخ ليلها المراد بها هنا هل كان وحى الغورة معرفة التاريخ مواليد الرواه وفي أيد الشان أولا أقوان صدق وسماعه من الشيوخ مثل المشاعر الله كل مانع حديث صنع غلان وقدومهم لبعض البلاد وقوات أيسوان غلان مغاليك هو خياتهم وقوات الإنسانية. أهميته وفائدته هو فن مهم وفن مهم أوليا. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب مركز يفجر البنت كل استعمالين استعملنا لهم التعريف تعريف لأنه نقول استعمالي مكاس قوم ونكال بنت قوم وكان بشيوحة صلى الله عليه ومن فوائد معرفته معرفة وعكمل الاتصال السند فهو قطعه سند بين المتصل يهام المقطع يهام هيا فوائده سهل وقد دعا قوم الرواية عن قوم فدى وحشي اكتنفق الى حديث مثلا ونظر في التاريخ تاريخ الرواية المسيرية فظهر وحاباتي انهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنة قد بره ربع انتين الحصوريين يا حاباتي وحبصور من اليهم هنا الدرجة كد عدي قف بيت الوليد المسعود بان نصر ضحي يوم سنة لما تشين مثلا وهذا كان كاملين إنه سعيد أن يفرح ذوي وقت يكهره بمسيح وكالسلية في كميد هذا ويوح والأسراه بعث بعد ما مات. أمثلة من عيون التاريخ واحد الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي صلى الله عليه وسلم جهدي في ساسة هنه وحاوية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عنهما وعلي كذلك وعيان ومولايان ثلاثة وستون لحظة من يصدح واحد وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريضي روح الاثنين مالك اثنين البرق كاد وثنت عشرة فلت من ربيع الاول سنة 11 قريب فروا من البرق اثنين وبش هذا الربيع الاول ربيع ترونك هذا اي تهي وسنة كي كوية النادي هجري ايو قريضي وقبض ابو بكر رضي الله عنه في جماد الاولى في جماد الاولى ابو دشي يؤذن فيه سوى سنة 13 إجرية وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23 إجرية وقتل عثمان رضي الله عنه عثمان نوحى للدلي في ذي الحجة ذي الحجة سمن للدلي سنة 35 إجرية وعمره دليل توحى يلتقى 82 سنة وقيلة ابن 90 سنة فيحن دربوا أهنوى الليلي لكوا سواء قد أولينا خلفضة رضي الله عنه وقتل علي رضي الله عنه وحل ذلك في شهر رمضان سنة 40 سنة أفتنها وابن 63 سنة وصدح لحنجر نفروها. ده صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و 60 في الإسلام رب قل إلا وقفت سنة وقلبت صحابي والنوراء قل لحظنا إسلامي هذا هو رسالة لحظنا إسلامي هذا حلال أهيد ومات بالمدينة مدينة لكم مركو بالفي سنة 54 وهما حكيم بن سلام وحسن بن سعد من الأول سنة في السنة بالثاني عند كده حيسموا يلا هذا كلب أدماء إناهين صحابة
بقولي الله باتن صلاتو ابن ولا مثل هاي بقول له أي هم جد لحد أن أي سلالة جميع لحد الإسلام كأهل كانوا يصدقينه هو مطلقهم بقولي الله باتن صلاتو ولا يجون كانوا يصدقينه جيم أصحاب المذاهب المطبوعة إنما أكثر من هؤلاء الذين كانوا تعرفه ذلك أن عمان بن ثابت أبو حنيفة رضي الله عنه وده شيء سديتك وده شيء وحنا دلتي بغدية كنتم فيه مالك بن أنس رضي الله عنه وده شيء وده شيء صدح لي سباشاً كي وحنا دلتي بقول إيه فضلاتاً يصدح لي سلانا إما ده وده وين أبو محمد بن إدريس الشافعي وده دلتي بغدية كنتم فيه وده شيء وحنا دلتي لو بقول إيه أفر فيه أحمد بن حمد رضي الله عنه يتغون وده شيء بقول إيه لحظني أفر وحنا دلتي لو بقول إيه أفر ثاني يلغى قال أصحاب كتب الحديث المعتمدة واحد محمد بن إسماعيل البخاري وطرد شيء بقول إيه سغاشا إيه أفر وطرد بنتي لرد بقول إيه كنت إيه النحني مثل من الحجاج النسابوري رضي الله عنه وطرد شيء لرد بقول إيه أفر توسنة شافعي بنتي وإيان وطرد بنتي لرد بقول إيه كوي النحني شيء أبو داود السجسان في الأمان بن أشعث وطرد شيء لرد بقول إيه لبدي وطرد بنتي لرد بقول إيه تدواتني شنتي أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي وفرد شيء لما بقول يسغالك وفرد بنتي لما بقول يسدرات يسغالك أحمد بن شعيب النخائي أبو عبد الرحمن وفرد شيء لما بقول يأفر يتمنك وفرد بنتي سدح بقول يسدح لي ابن الناجح وفرد سلام محمد بن يزيد القبيري أبو عبد الله الوعياني وفرد شيء لما بقول يسدرات وفرد بنتي لما بقول يكنتل يشنتي أيضا سنة كثيري أبو داود هيا هاي استمر في سنة سيد نشأل المصنفات فيه كتاب الوفيات لابن زين لابن زبر محمد بن عبد الله الربعي كتاب النافية أولى في الثاني الحديث الدمشق المتوفى سنة 379 وهو مرتب على اختلين أن لها يكوك لتفتلسين لا ميول على الكتاب السابق وخلال الأوفر الليلية ولو تتمع بعد منها للك الثاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم فكان كفر الدنيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة من اختلط من الثقة قف يصد يحضر السماء يصد يا عي الثقات كأهان جري أقوم سشلوا هذا كور واحد صار مصي صار الحذر وين اللبن لا يهمل مد دائما أو قف كول جبا وقصر هذا الشيء يعني طاري أو مد طاري قال لك اختلاف لقوم العالم تري كاس ويكون كهذا يا ألف لغة الاختلاط لغة فساد العقل عقله وحماده اللي إذا يقال طلط فلان أي فسد عقله كما قال في القاموس فتراب حويا عقل قاضي هو حد المي يفهم قاضي إيوه هندي قاضي هو حد المي هستورا ما شقادها عن جري ده استلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال عقل قاضي فسادة يعني هكذا استلاحنا عقل قاضي فسادة أما قفك هذا الذي سعينا سكوها الضوني ويين بسبب خرف داوينان درادة فساتق أو عمل أمن دلعان أو احتراق كتب أو كتب في البلتي أو غير ذلك أما وحيالك لأوله إيوه عبسي إيوه نحذين إيوه وحيالك لا تقتنك وحقود المي أنواع المختلطين ألف من اختلط بسبب الخرف وحاكمنا قرر خرف درابي عن إتاتة درابي وحقود المي مثل عطاء بن أبي السائب الثقفي الكوفي ب من اختلط بسبب ذهاب البصر سوى الدرابي الدرابي وحفظي ان هو هاي كتبه وحكم راجعين جلي اي نوت ورجلين مثل عبد الرزاق من همام الصنعاني فكان بعد ان عمي يلقن فيتلقن قلت ان البلد ابدا وفي اللوم نبيه اي يسكر به جري جين من اختلط بسبب اخرى باسباب اخرى كاحتراق الكتب كتب في كتبتي هي ثلاثه مثل عبد الله بن لهيعه المصري ثلاثه حكم رواية المختلط ألف يقبل منها رواية سواحة لقى أقبل يا ما روي عنه وحي اللي قول يا قبل الاختلاط انت عميس كل حذرت منه وميت أنا حمان يا حسي قدرها وحي اللي قول ولا أقبل يا
به ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط. وحي بعد الاختلاط ذلك هو ريس لما أقبل أيوه. وكذا ما شك فيه وحي لشكي أنه قبل الاختلاط أو بعده. وأنا كانوا بأنين أتمثل وكروا إياه لما ضعف لما حالنا ما تولت سورة إلى حديث فيسا هل حالنا ولا أقبل إياه سيدا لو قرام إياه انت أصلا وحاولي أنت قشقات إياه كوريه يعني هو لقى وقتك وكوريه إياه إلا إلا يقالنا فكواها لدها يهبل يهب يوح كوريه إياه قبل الاختلاط بوهايا وصحيح هبل يهب يوح كوريه إياه بعد الاختلاط بوهايا ضعيف وإياه. أربعة أهميته وفائدته. هو فن مهم جدا أن ترى معرفة الاختلاط كي هو النوع مهم آذي آذرة وتكمن فائدته فإذا سنوح يقوق صوته في تمييز حديث الثقة نك ثقها حديث تكرسو عدالي التي حدث بها بعد الاختلاط وقوة من الاختلاط فجبدي لردها وعدم قبولها في الأرد أن لا أقبل وبكما إن وقى الصوم. خمسة هل أخرج الشيخان في صحيحهما عن شقات أصابهما الاختلاط مكوريا البخاري ومسلم رضي الله عنهما لوضع كتاب صحيحين كأه خد نوعات وكلوح مكوريا نعم ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط هو كوريا أو أبي أكوريا أو عارم إي عبد الرزاق نظام سوشيغني إي وكمبيهين لكن وحي كوريا الحديث هذا وحي قبل الاختلاط هذا كوريا والنوع الصحيح هذا فقطان انت كان وكفورا. ستة أشهر المصنفات فيه نوع كتبها لقاء اللي في كوم انت هو مشهوسا صنف فيه نوع وحا وحقق وري عدد من العلماء كالعلائي والحازمي أبو سعيد العلائي يا أبو بكر الحازمي يبقى كم إذا ربي وحكى اللي في ومن هذه المصنفات كتبها سوحا كم إذا كتاب على الارتباط بمن رمي بالاختلاط كتاب ملعاس ليله للحافظ ابراهيم بن محمد بن سبط بن سبط بن العجمي المتوفى سنة 841 ألقى كتابه كما يعرفون معرفة طبقات العلماء والرواة ولما لئي يفكى حديث ورياء طبقات قولة قوصيو. أولا تعريف الطبقة طبقة محال إلهها لغة القوم المتشابهون هذا اللغة طبقة وحلو إلها ذكى السؤال أك الشبهة ده اصطلاحا اصطلاحا وحلو إلها قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط لمن يسود لده وحد الدائرة هي إسناد كالعبالة ويسود لده والرجع يحفور يعني يزيلون كي طلب العلم يخجر يعني يسود لده أما حق إسناد فأمكلي هبك الدائرة لتأوي إلى دينه وسأل إليه. ومعنى التقارب في الإسناد إسناد في سعود ويهين توحى لغا وضع أن يكون شيوخ هذا أن يكون شيوخ يسر وإن يهين هم شيوخ الآخر كاكل مشاكل في نفسه وإن يهين أو يقارب شيوخه أو أن شيوخ ديسه يقود دو أيهن حد الدالي يقود دو. اثنين من فوائد معرفته نوعا أكون تشديسا وحاكم إذا سيدوه كيسا ألف الأمن من تداخل المتشابهين في اسم أو كنية أو نحو ذلك إن لقاء من نوضعين قفة استبدح قلام ذاتك الشبهة حق المقعة يكون يضع يوحي لما نصبك يقول يضع الشبهة كل هذه لك قرم يكن طبقة ليسة يكن طبقة ليسة روح على قرم يأينا يسكم إذا هون لأنه قد يتفق اسمان لما مقعين يسكم إذا نغضان بها سورودة في اللفظ حق كل واقع فيظن الله ملايا أن أحدهما هو الآخر من فرد وكيف يسكم إذا هون فيتميز ذلك بمعرفة طبقاتهما وكي طبقات فضل لك أخطر كانت طبقات فيها كانت طبقات فيها مكة لقصة هي لقرانا يا إنا نسكم إذا هين ما تفكى كورينا يكون كورينا يا نيابا لو قرانا يا ده الوقوف على حقيقة المراد من العنعان عن هذه قصة سبيلاه وهل الوضع دائم اتصالي هاي يعني انقطاعي هاي وقف كانوا كورينا يعني طبقات يسيه هاي يعني أهم قصة لقصة يقف كمعنعين كأحال كيسا لقرانا يا ثلاثة قد يكون الراويان في طبقة وحاسوروا إذا لم يكن الراويان يسكوا طبقة يهم باعتبار من مركة لغا فيريو ويسكوا طبقة يهم ومن طبقتين باعتبار آخر فإن كان مركة لغا فيريانا لغا طبقة يكلا يهم
تلك الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم باعتبار الصحبة كل مذهب تبقوية. فكانت أنا أصدقى لقصة اليوم باعتبار قدم الإسلام وشهود المشاهد الكريمة الفاضلة أن يخدرها مثلا لقصة اليوم يخدم الهجرة يخدم الوفاة يمتع حتى لقصة اليوم هنا طبقات تلقى بسانة هاي أنا وقعتوا بلا شان يتبنى لبي يتبنى هنا دارسية يان صومة هاي فكا ذكي سيما هنا يتبقى طبقا نورا سنوك لدوانا لن تسروا له مثل أنس بن مالك وشبهه من أصحاب الصحابة رضوان الله عليهم. أنس بن مالك يذكر ومسعى براء بن عازل صغار الصحابة فهم مع العشرة في طبقة واحدة والدرج عشرة مبشرين فأها وفوها طبق ليهم باعتبار أنهم كلهم صحابة حالين إليهم مثلا أخيرية طبق سكيهم وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة هذا رضوان الله عليهم باعتبار السحبة وحال طبقة كلهم أيضا وباعتبار السوابق وقال رضينك من الدخول في الإسلام قال تانت إسلامك لقال لوك له رينا تكون صحابة رضوان الله عليهم بضع عشرة فطبقة دولة وانتوا كما تقدم في قصة هرمال في النوع المعرفة الصحابة فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة. أنس بن مالك يذكر منها صغار الصحابة العشرة المبشرين فطبقة نقول ما هي الحكي الاتباق فسوالف لا مثل الله في ريو. أربعة ماذا ينبغي على الناظر فيه طبقة تلقصة في رينا نحات لقدمون ينبغي على الناظر في علم الطبقات خلف الترسينية وهل لابدون أن يكون عارفا إن وهذا من يقالنا بمواليد الرواة ووفياتهم دل شهر ذي يد ما شهر ذي إن يقالنا ومن روى عنه يفقع كوريا ومن روى عنه يفقع كوريا. أشهر المصنفات فيه ألف كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد ب كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني جيم كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي عبد الوهاب ابن علي السبكي دال تذكرة الحفاظ الذهبي كتبها تعكمل أمسى طبقات خطاس الشافعي. معرفة الموالي من الرواة والعلماء الموالي وجمع المولى مولانا سرع إمام دونه من الولي أي الله كان حق الوضع مثل سيرية ولوان شهوية لك اللغة إصلاحا يسمى شاك الدونة هي أقسام في سبب. تعريف المولى لغة الموالي جمع مولى والمولى من الأوداد وكمي بها الفاتح سددك يعني رغم معنى سددك تسنعي لأنك وحريي نوال إله المولى خلي حريي نوال إله كالوقع أرتين نوال إله حليفك لو نوضي يتحريفك نوضي لبدا وذلك سريعي قوسي الأسوء الإسلامية الأسوء الإسلامية فيطلق وحلهم وعاد المالك والعبد الضنك يسيت مد والبضع ولا إله مولى ولا إله والمعتق والمعتق كوحريك وحريين ولا إله سيد نشاعر إلي ولم يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالي. طيب وحاكا كذا لميلا غريم كلمة غريم لا إله قصة دائمك هي مدينك الله وغضب غريم استيقنا هو لا إله لك وحا الفات سلاسة هيا الوضع لا إله لبن مقع هو كالب يعني فأسو بدء وقضي وتسين أيو سيا الجون هو كالب أسود كأي أبيض كميت قضوا لبن الجون هو لا إله عفعك إقبالك إدبارك لبن مدر ببع عفعك سوال أم وعلا وحيالة إلى غبر أو كالب ذهب إيا جاء لبن هو النقطة متى الفاتس يكمل هي الضرب لا يراه ما اصطلاحا هو الشخص المحالف شخص يقف دار ولا قال قال ويان او المعتق ام كان حريي او الذي اسلم على يده على يد غيره انا غصب قصه لك قصه عندي قصه اسلامي وغيرها تبدا هذا القيس نصير الشيء بدونه. انواع الموالي انواع الموالي ثلاثه تتح وهي الف مولى الحلف كن مولوءه حتى دار ولاقة وقف غريبة أو قبيلة كانت تصدح دار قبيلة من أضيه وقمدة لسا حيضيع دار ولاقة لي شيء مثل الإمام المالك بن أنس الأصبحي التيمي الأصبحي ونسبة إلى للأصبح مالك من ملوك اليمن الحميريين وللأصبح لديه جري نسر يسيبه التيميين ملك الليلة هنا
ونسبة إلى تيم بن مرة قبيلة من اليمن، قبيلة هنجدة من قريش، كافر وقبش إلى قبيلة من اليمن باهي مثل قحطاني عدنان بيكريهين والله لفرة وآل بكل السبوية ظهر إلى مرقوة الله نسبية منه وقبش والذي أصبح من حمير من ودار ودك وولي شيء وبنو تيم بن مرة من قريش فهو أصبحي سليمة يعني درش أهان وأصبح وليا تيمي ولاء بولاء الحلف حتى ولاء الحلف وما قال لك في ريانا كان مفاتيني بوها انت بلاني سغل لغم الشيء وإن المولي هاي لكن أذيرك يا أبو سهيل هي المولى التيميين اللي إذا مسوح لك ولنيه وذلك لأن قومه أصبح قبيلتك أصبح هاي موالي لتيمي قريش بالحلف يقولها يعني قبيلة أصبح الموضة هيني أوليس أبو عامر مده جري رضي الله عنه أوليس إلغاب لأنه سوى حويا مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر مرس أبو عامر كاس أوليس إلغاب يا قبيلة دي سيمان انتو فيهم إذ أمك سرد لي يو نتواها بني أمنطس بنو تنعة أرودا لأي شيء با نولى العتاقة ولا حرينة مثل أبي البختري الطائي التابعي مثل أبي البختري لديه جري رضي الله عنه واسمه سعيد بن فيروزي على الهجري هو مولى طي قبيلة طي ليداب مولوها لأن سيده كان من قبيل من طي فاعتقه وكفرها يروح نكرها يا قبيلة طي فبا شيء مكاسنه الحريري مولوها مكاسنه الحربان محمد بن المسيرين